ناس كتير كده جميلة متعودة على عمل الخير، الخير عندها أصبح عادة، وبالتالي هو بيعدي كده وبينفق بغض النظر عن مين محتاج فين، ولكن هيفضل العطاء وقت الحاجة ليه طعم مختلف. وصدق كده اللي قال إيه، إن اللي بيدي في وقت الحاجة كانت عطيته مضاعفة. ورحب مرة تانية بضيفنا الشيخ أحمد وفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذاكر. أهلا يا شيخ. ربنا يبارك فيكي ويحفظك ويكرمك يا رب. يا رب. شوفي، احنا في النهاية واحنا نحتفي بشهر، يعني هذا الشهر العظيم، شهر ربيع الأنور، فبنتبع في النهاية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. احنا كنا لسه بنقول قبل الفاصل ازاي نتبع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما نشوف سيدنا النبي يا اخوانا، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معطاء في كل شيء عليه الصلاة والسلام. يعني كان سيدنا النبي يعطي عطاء بلا حدود. العطاء قد يكون عطاء مادي وقد يكون عطاء معنوي. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء معنويا صلى الله عليه وسلم، فممكن من خلال النفسية يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينثر من نفسيته صلى الله عليه وسلم على من حوله، فيبدأ يعني سبحان الله هرمون السعادة اللي طالع من سيدنا النبي ده يبدأ على الجميع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدق. والعجيب إن النبي يا أخوانا، ولازم نفهم ده كويس، الإنسان اللي بيتصدق في الحاجة اللي هي زايدة عن حاجته. يعني أنا حاجتي النهاردة مثلا 30 جنيه، أو الشهر ده مثلا أنا بصرف 2000 مثلا، وبيتفضل لي كمان 2000 كده زيادة، فأنا بقول والله ال2000 أهو بتوع البيت، وال2000 دول أنا يعني أنفق منهم لله تبارك وتعالى. لا، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفق صلى الله عليه وآله وسلم، ربما ينفق من المال الذي يحتاجه هو عليه الصلاة والسلام. ياه، للدرجة دي؟ أه طبعا للدرجة دي، لدرجة إن السيدة عائشة رضي الله عنها لما كانت، والنبي ما كانش فقير، النبي عمره ما كان فقير، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي كان زاهدا صلى الله عليه وآله وسلم، أتته الدنيا فزهد فيها صلى الله عليه وسلم، كان ينفق ماله في سبيل الله، ينفق يمنة ويسرة عليه الصلاة والسلام. قال بيده هكذا وهكذا، كل ذلك على إخوانه، على المحتاجين. تعرفوا أن سيدنا النبي ما كانش يعطي للأقارب فقط، مع أن ده الأفضل اللي أنا أعطي للأقارب، لكن كان النبي يعطي لأقاربه عليه الصلاة والسلام، ويعطي لأعدائه صلى الله عليه وآله وسلم. وما فيش أجمل من وصف السيدة خديجة لما وصفت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا أستاذة دعاء، بتقول له ما تخافش والله لن يخزيك الله أبدا. عارفين لما أقف وتأمل كلمة لن يخزيك الله أبدا، الذي يفعل خصلة من الخصال التي ذكرتها أمنا خديجة رضي الله عنها وهي تصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لن يخزيه الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم وتقري الضيف. صفات عظيمة جدا، اللي هو الإنسان المعدوم النبي عليه الصلاة والسلام يقف بجانبه صلى الله عليه وسلم، ولو جال واحد ضيف النبي عليه الصلاة والسلام يتحرك من أجل هذا الضيف. فعارفين القصة اللي الراجل راح لسيدنا النبي وأرسل إلى بيوته، فكل واحدة من نسائه تقول والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. النبي يسكت ويقول له والله كان نفسنا يعني؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام هل اتكسف لما جه الخبر من البيت الأول وقالت له ده احنا ما عندناش إلا مية، فسكت النبي وكسف؟ قال لا، روح البيت الثاني، طب روح هنا. كلهم بيقولوا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقف بجوار هذا الرجل ويقول من يضيف هذا الرجل. يطلع واحد من الأنصار وما يعرفش إيه اللي عنده في بيته أصلا. أنا ما أعرفش أنا عندي أكل ولا ما عنديش أكل، لكن شوف إزاي كانوا يسارعون في الخيرات، ومع ذلك يروح ويقول لمراته، يقول له ما عنديش إلا أكل العيال، يقول لها حاولي ونيميهم وأنا أكل الضيف ده، وإحنا قاعدين معاه أطفئ السراج وبعدين نريه أننا نأكل. ها، اللي احنا بنخبط كده في الأطباق، ها، في الصحون والبتاع، عشان يحس اللي احنا بناكل. ويروح الفجر ويقول قد عجب الله من صنيعكم الليلة، ايه؟ والنبي يحكي له يقول له ده نزلت فيك الآية، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شوف الآية تقول
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الايه؟ هم المفلحون. طيب نشوف يا شيخ احمد اول تقرير خير في حلقتنا النهارده ومؤسسة فذكر. واحنا في قلب قرية فقيرة اللي في محافظة بني سويف، جالنا حكاية ام مريم. يعني كنا بنبحث حالة تانية واحنا معاهم في نفس الوقت، حد بعت لنا وقال طب ما تبصوا على ام مريم كده، دي لسه شابة في بداية حياتها، ما كملتش ال 25 سنة لكن بقت أرملة ومعاها بنتين وما فيش حد بيصرف عليها ولا ليها معاش وليها أمنية واحدة. ده اللي خلانا نيجي ونبص على أم مريم ونتكلم معاها قبل ما نبتدي التصوير، وفعلا لقينا اللي ليها أمنية واحدة، والأمنية دي بسيطة جدا، وقلنا يا رب نقدر نساعدها ونقدر نحققها لها بمشاركة أهل الخير. عشان ازيك يا ام مريم؟ مرحبا بيك. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. احنا كنا مش جايين ليكي. نعم. صح؟ كنا بنصور حاجه تانية هنا. نعم. وناديتي علينا عشان انت عندك مشكله، انت في البدايه ارمله. نعم. وانت عندك 25؟ عندي 27. 27 سنه. نعم. معاكي البنتين الجمال دول. نعم. وعايشه مع مين؟ عايشه مع امي، وبرضه ابويا متوفي. يعني كمان والدك متوفي. نعم. والدتك ارمله. نعم. وانت ارمله. نعم. عايشة معاها مين اللي بيصرف عليكم؟ ما فيش حد والله، ما فيش حد، يعني الواحد ما فيش دخل للواحد. ايه يعني انت عايشة انت والدتك بس في البيت ولا معاكوا حد تاني؟ انا واختي برضه لسه ما اتجوزتش. يعني بنتين؟ نعم. ولا كم بنت؟ بنتين مع والدتك؟ نعم. انتوا التلاتة؟ نعم. تلات سيدات في البيت. نعم. مين اللي بيصرف عليكم بقى؟ ما فيش والله دخل ولا في اي حاجة، يعني مفيش هي. يعني انتوا النهارده فطرتوا منين؟ جبتوا فلوس تفطروا منين؟ والله ما في، يعني اي حاجه الواحد بيفطر بيها، يعني ما فيش اي حاجه الواحد يشتريها، ما فيش هذيك شيء ولا في لونش ولا في عمد قصادنا وحته مقطوعه، مفيش اي حاجه. طيب انت عيالك ما شاء الله ربنا يخليهم لك الاثنين، دي دخلت المدرسه الكبيره، دخلت المدرسه ولا لسه؟ لا دخلت. اي بتوديها المدرسه؟ لا بوديها. طيب. بس والله يا عيله المصروف بتاعتها عيلة، يعني شايلة هم المصروف بتاعها. شايلة هم المصروف بتاعها، ومش عارفة أقدم لها كيف ولا أعمل لها كيف، وبيعوزوا فلوس على البتاع بتاعها. أنت حتى الحلق مش ملبساها حلق ذهب. مفيش والله مفيش أي حاجة. عشان ودانها ما تتسدش. أيوة عشان ودانها ما تتسدش، ودي ما خرمتلهاش. ودي أصلا ما خرمتلهاش ودانها. لا ما عملتش أي حاجة. بس أنت برغم الظروف الصعبة دي ما شاء الله ضحكتك لسه موجوده. لا يا الدنيا عايزه كده والله، مش يعني الواحد يعمل مش شايله الهم. لكن مش عايزه تعيش جواها، مش عايزه اعولها ومش عايزه اعملها عشان ولادي ما يحسوش بحزن بحاجه. طيب من غير ما ندخل بقى في الحزن، انت كان ليكي طلب واحد. نعم. ايه الطلب بتاعك؟ اي حاجه، عايزه اي حاجه تدخل لنا باي حاجه، اهم حاجه لقمه عيش تدخل لنا، عايزه فلوس تدخل لنا عشان مصرف العيال. طيب ازاي؟ يعني انت محتاجه حاجه تشتغلي فيها، ولا محتاجه الشغل يبقى عندك، ولا محتاجه؟ عايزه حاجه اشتغل عليها، عايزه حاجه ادخل لهم رزق. زي ايه؟ زي ايه؟ عايزه مكنه خياطه. عايزه بتعرفي تخيطي؟ اه الواحد يتعلم برضه عشان العيال. يعني انت اللي بتفرج علينا دلوقتي ومؤسسه فذكر، لو جابت لك مكنه خياطه هيبقى بالنسبه لك هتعرفي تعملي من عليه دخل، تجيبي دخل من وراها؟ اجيب وادخل برضه عشان ولادي، بتشاف ولادي او معجنات وحالة بيتنا اشوف اعملها. انا واقف دلوقتي قدام البيت عندكم، انا شايف في شرخ كبير قوي في البيت جايبه نصين، في تشرخات كتير، ده اكتر من كده ومن هنا، وده الواحد خايف في الشتاء الجاي البيت يقع في الواحد، يعني البيت كله مشرف وما فيش سرير ولا في اي حاجه. في سرير والله ما في اي حاجه. وبتنام على ايه؟ بننام على الارض، والله بننام على الارض، ما في ريحه حاجه بننام عليه. والدتك عماله تقول لي تعالى خش اتفرج، هنيجي نشوف. بس والله يا اخويا ولا سرير ولا اي حاجه. خلونا نتفق مع بعض، امنيه ام مريم الارمله اللي والدتها ارمله طلبها بسيط.
وأمنيتها أبسط من طلبها، فعشان كده نحتاج حضراتكم نعمل تحدي، تحدي الخير اللي هو مثلا إحنا 3 4 مع بعض أصحاب، أو 3 4 مع بعض في أسرة واحدة، إحنا هنتكفل بالست الأرملة دي. يعني تخيلوا الخير اللي الواحد ممكن يعمله. ممكن نقول لا يعني سيبها، طب لما كل واحد يسيبها إزاي هنبقى في تعاون مع بعض، وإزاي هنكمل حياتنا مع بعض، ونسيبها لمين؟ هو ده السؤال الأهم. عشان كده إحنا محتاجين إن شاء الله في أول مرة نيجي هنا فيها قرية الفقيرة في بني سويف نكون داخلين عليها بمكنة الخياطة. والشيء التاني والأهم، لو حد عايز يتكفل بالاتنين الأيتام دول، يتكفل دراستهم، يعني أنت تكفل بالدراسة بس أنت تبقى مسؤول عنهم أو نفسهم، والله هتبقى فلوس بسيطة لو وفرناها من أي حاجة إحنا بنعملها من رفاهيتنا، بس هتبقى ثواب وخير وهترجع لك أضعاف مضاعفة. لو فكرت تمشي في طريق الخير عمرك ما هترجع عنه، وعمرك ما تقدر تبطله. زي ما احنا بننزل وبنحاول نوصل صوت للناس اللي تستحق توصل، الناس اللي ليهم واجب علينا اللي احنا نقف معاهم ونقول يا جماعة دول أولى بالرعاية، ودول أولى بالمساعدة، ودول لازم نقف معاهم ونقول لكم دول أهل الخير محتاجين خير. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. شفنا طبعا الحالة، يعني الأم اللي هي الأرملة وبناتها اللي هي واحدة منهم برضو هي أرملة، تحسها طفلة وهي أرملة برضو، وأم البنتين تانيين، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يتولاهم برحمته يا رب العالمين، ويبارك لها في بناتها الأمارات إن شاء الله حبيب. ربنا يحفظهم يا رب. أيتام دول نبتهم نبات. طبعا طبعا. شوف أنت قلت كلمة وفكرتيني، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من ضم يتيما بين أبوي، من ضم يتيما، يتيما يتيم يعني ايه؟ يا اما اب يا اما ام، خلاص يا اما الاثنين. طيب اليتيم ده يعمل بقى معاه ايه؟ يبدا يطعمه ويكسيه وينفق عليه. طب لغايه ايه؟ لغايه لما يكبر كده حتى يستغني. سيدنا النبي يقول كده، يكبر لغايه ما يستغني، يعني ايه؟ خلاص انا بعتمد على نفسي. وجبت له الجنه على طول. وربنا قال فاما اليتيمه فلا ايه؟ فلا تقهر، واما السائله فلا. فتخيلي لما يكون يتيم وفقير، ممكن يتيم يبقى غني لكن يتيم فقير، يتيم يعني خلاص قدر الله وما شاء فعل أن يذهب أبوه، أبو البنات راح، ذهب إلى ربه لحكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فإحنا إزاي بقى نجمع عليها؟ يبقى الناس لما تعرف حاجة زي كده فيجمع عليها مقاسي اليتم ومقاسي الفقر. لا، وكأنه رب العالمين يقول لك بص خلي بالك، يا اللي بتقول انا عندي هم، يا اللي بتقول انا عايش في كرب، يا اللي بتقول ده انا عندي ضيق الحال، يا اللي بتقول انا مش عارف ايه، اقول لك حاجه، المواساه بنقيض الحال سبب من اسباب تفريج الكرب. تاني، المواساه بنقيض الحال سبب من اسباب تفريج الكرب. يعني ايه؟ يعني انا حاسس بخنقه، حاسس بضيق في الرزق، حاسس، ها تعمل ايه بقى؟ طلع، وده سبب من اسباب تفريق كربك طبعا. فمين اللي قال كده؟ واحد يقول لي جبت الكلام ده منين؟ رب العالمين مش طبعا. انا ومن قدر عليه رزقه، يعني ايه؟ ضيق عليه فلينفق مما اتاه الله، سيجعل الله بعد عسر ايه؟ يسرا. ده كلام رب العالمين طبعا. الست محتاجه، مطلبها بسيط جدا، ممكن نجيب ماكينه خياطه، ممكن اي حاجه تشتغل بيها، ممكن شوية حاجات تبيع وتشتري وما إلى ذلك، حد يكفل الأولاد دول، نشوف السقف بتاعهم. كل ده يا أخوانا من باب إدخال السرور، من باب من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا. ماشيين في قريه فقيره اللي في محافظه بني سويف، كان عندنا مهمه خيريه تبع مؤسسه فذكر، فلقينا حد بيشاور للعربيه اللي كنا راكبينها. نزلنا وابتدينا نفحص الحاله ونسمع منهم، لقينا انسب حاجه لحضراتكم تعيشوا معانا الحكايه. وحكايه عم عثمان النهارده
أكيد كل واحد عنده قلب بيحس بغيره، ما بيحسش يعني اللي هو عايز يسيب غيره متضايق أو حاجات كتير ومشاعر مختلطة. ماشيين بنتك شاورتت لنا وقالت تعالوا بقى انتوا في القريه هنا، فجينا نسمع منك الحكايه. انت في البدايه اسمك ايه؟ عثمان انور عبد العزيز. عندك كم سنه يا عم عثمان؟ 67. ربنا يديك العمر والصحه. قالت احنا عايزين بيتنا، قاعدين في اوضه واحده والفيران بتنزل علينا وابويا تعبان. هتبتدي بأني حكايه؟ هبتدي ان شاء الله انا راجل فقير ما حدش حاجه. فقير ومن قريه فقيره؟ فقير يعني رجل فقير على قد حالي. كلنا فقراء الى الله. الى الله، ربنا هو ابو الكل. يا رب. الوقت ده انا رجل عندي عيني، عملت عين والعين الثاني مش شغاله. ثاني حاجه انا عملت ايه في عينك؟ عملت عمليه. عمليه ايه؟ ميه بيضاء. حلو. والعين الثانيه محتاج تعمل؟ العين الثانيه برده فيها ميه بيضاء برده مش بتوضح. تمام. الوقت ده انا معيش حاجه. انت بتشتغل ايه؟ ما بشتغلش. انا تعرف دي كلها ادويه بتاخدها؟ اه اهي الادويه اهي. معاشك كام؟ مفيش معاش. امال بتصرف منين؟ من ربنا هو اللي بيديني. عندك كام عيل؟ معايا ثلاث عيال، اثنين متجوزين، ثلاثه متجوزين وعيل لسه قاعد على بابا. عيل ده بيصرف على نفسه؟ مسكين بيصرف على نفسه. وانت بقى بتصرف على مراتك منين؟ عند ربنا بقى. ما حدش حاجه. مراتك بترد تقول والنبي قاعدين كده. قاعدين والله ما في اهو، انا ده علاج لرجلي وده علاج لرجلي وده علاج للعناية. مش اقول لك مثلا انا بضحك عليك اهو. ليز اهو. وما فيش. يعني هي المشكله الاساسيه بتاعتك عينيك. عيني. الميه البيضاء اللي في عينك. الميه البيضاء اللي في عيني دي. باذن الله هتتعمل. ربنا يقبل كل. ان شاء الله ربنا يقابل. ايه المشكله الثانيه اللي عندك يا مصطفى؟ المشكله الثانيه انا طبعا قاعد واطين جوه زي ما انت شايف كده، والفرن بتنزل علينا مش مسقفين. مفيش سقف. مفيش دي انا ما اقدر عبش بوص جري. ومفيش حاجه احنا قاعدين كده بنبص الفرن بتريح حواليك. الفرن تنزل لك من السقف. تنزل ولا بتنزل علينا كده. امال في الشتاء بتعمل ايه؟ هنعمل بتنطر علينا وبتغرقنا الميه. بنغرق. لما بنروح للجيران نقعد عند الجيران. بتبات عند الجيران انت وعيالك؟ ببات من النطره من ساعه ما نطرت عليا بتنزل عليا من فوق بالميه كده في نص. بروح ببات عند الجيران ولا فيش حاجه، ولا كش داخل لي ولا في حاجه داخله لي ولا في نظري حاجه. بتدعي ربك تقول له ايه؟ بدعي ربنا سبحان الله وتعالى يشفيني، بس يحكش عني المرض اللي في عينيا. اشترك من ربنا ويحكش المرض اللي في عينيا. بس والسطره منها واللي يجيني كفر. أنا مش طالب غير من ربنا سبحانه وتعالى بس، عنده بعيني كده أشوف الناس، واللي يجيني يقضي، الحمد لله على كده. أنا يعني أعمل إيه؟ لا معاش، قعدت أقدم على القبض يقول لك موجود، ولا فيش قرش دخل، وأنت ديك شايف العلاج اللي أنا باخده. بكام العلاج شهرين؟ والله العظيم العلاج ده على كده قطع ب 2000. والله العظيم ومستلف الفلوس بتاعي. بتستلف فلوس العلاج بتاعك؟ والله العظيم بيامين بستلف فلوس بتاعي. امال انت بتعيش بكام لما انت جايب علاج ب 1000 جنيه؟ انا مفيش. انا عايش يعني ربنا سبحانه والله وتعالى مش بينسى حد. ولا بتنزل تفلح ولا؟ لا يعني ما بتكشفش على رجليك. انا بقول لك العلاج بقدر رجليك اهو. رجليك كان فيها غلطه؟ لا رجليك ما اخذ فيها ما اعرفش خشونه ولا ما اعرفها، وكشفت كذا مره يقول لك نكره. ايوه طيب انت مين اللي بيصرف على البيت؟ انا مش عارف مفيش. واللي بيتفرجوا علينا مش عارفين. مفيش حد بيصرف. امال بتاكل من ايه؟ من عند الله. الناس يعني بتساعدك؟ بتساعد، في ناس بتساعد ومفيش حاجه.
مش داخل لي اي حاجه. انا داخل لي وانا رايح بطلان وقت لا بقدر اشتغل ولا بقدر اعمل، عيني وجعاني ورجلي وجعاني، ومش طالب من ربنا سبحان الله وتعالى غير استتر بس واعمل عين عشان نضرب الخل. اكتر من كده مش عارف. اكتر من كده هو مش عايز. هو عنده مشكلتين. المشكله الاولى وزي ما حضراتكم سمعتوا بياكد عليها وطول حديثنا اللي فات على موضوع عينه، وباذن الله ده هيتعمل في اسرع وقت، وبنوعد حضراتكم بمشيئه ربنا هتتعمل. لكن في مشكله تانية، المشكله اللي هو تخيله اسره كامله بتقعد في اوضه واحده، ومع ذلك في الاوضه ديت في المطره الميه بتبهدلهم، وفي الحر ما بيعرفوش يقعدوا منها، وبيبات عند الجيران هو وعياله. تخيلوا اعظم نعمه ربنا بيديها لنا هي نعمه الستر، يكون عندنا بيت يقوينا. تخيلوا لما انت حتى البيت مش قادر تقعد فيه، فاكيد الموضوع هيبقى صعب. والاصعب بالنسبه له هو مريض، راجل كبير في السن ومريض، ولا عارف يشتغل ولا ليه معاش، وعايش على المساعدات. فهو مش طالب فلوس، كل اللي هو طالبه ان حد يكفل بيه بموضوع عمليته. هي تقريبا الميه البيضاء تقريبا اخر سعر سمعته في الموضوع ده 10,000 جنيه تقريبا حاجه كده، والسقف طبعا غالي. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر مؤسسه فذكر تشوف اولويه الحالات اللي عندها والحالات المستعجله، بس لدرجه ان احنا بقى عندنا زي مؤسسات كتير بقى عندنا قائمه انتظار. فده مش هنعرف نعمله لوحدنا، وده ما بنقدرش عليه لوحدنا. فبندعو حضراتكم، بنظهر لكم الحالات زي ما هي موجوده على ارض الواقع. واوقات كتير حالات بتجيلنا بالصدف، نكون ماشيين زي ما يكون ربنا بيكون رايد اللي احنا الحالات دي نشوف بعض. معاناه بنحاول نخففها، ومش لوحدنا، لكل واحد بيشوفنا عايز تشارك معانا في العمل الخيري دي. الارقام ظاهره قدام حضراتكم، اتواصلوا معانا وقولوا الحاله باسمها، قولوا انا عايز اعمل كذا، انا عايز اعمل السقف، انا متكفل بالعمليه بتاعت عينه، انا عايز اشارك بجزء من العملية بتاعت عينه. ده كله بتخفف وبتسهل علينا مهمتنا، وهي مهمة خيرية إنسانية في المقام الأول لخدمة أهالينا، ومكملين في المهام دي اللي ربنا بيطرح لنا فيها الخير والبركة وبيسهل لنا أمورنا وطريقنا. عم عثمان مش هنسيبه، وهنكون معاه بإذن الله قريب، ونفرح وهو بيعمل العملية، والسقف بنعمله له عشان نحاول نخفف عنه. أشوفكم على خير. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. شفنا طبعا التقرير والحالة بتاعته زي حالات كتير جدا في نفس القرية من المبادرة دي، اسمها مبادرة الستر اللي عملها مؤسسة فذكر. نسأل الله أن يسترنا يا رب، يستر عم عثمان وزوجته، نسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. عم عثمان يعني اجتمع عليه عدة ابتلاءات، سواء المرض أو الفقر والحاجة، نسأل الله أن يستره يا رب. وأنا عاوز أقول بس للسادة المشاهدين، لو لم يكن لنا من هذه الدنيا إلا أننا نلقى الله عز وجل ونحن ندل على الخير، ندل على المحتاجين والفقراء والمساكين، نفعل ذلك حتى نرجو من الله ذخرا يوم القيامة. ونسأل الله عز وجل أن يستخدمنا دائما في طاعته، وألا يستبدلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أرجوكم يعني قفوا بجانب الفقراء، دول في النهاية أخواننا ودول أبائنا وأمهاتنا، قفوا بجانب الفقراء. فوالله يعني سبحان الله، ما تصدق متصدق لله تبارك وتعالى إلا أبدله الله عز وجل خيرا، وإلا عوضه الله تبارك وتعالى خيرا. هذا الخير بقى إما بركة في المال، وبركة في الجسد، بركة في الحياة، وهذا بخلاف ما ينتظره يوم القيامة مما أعده الله عز وجل من النعيم المقيم للمتصدق في الدنيا. بشكرك يا شيخ أحمد في نهاية الحلقة، وبشكر كل مشاهدينا، واسيبكم آخر تقرير خير ومبادرة المدارس ومؤسسة فذكر. لسه مكملين مع حضراتكم في مؤسسة فذكر. قررت العام الدراسي الجديد نكون مع أهالينا ونوفر لهم الأدوات الدراسية اللازمة ليهم مع الأسر الأكثر احتياجا. وزي ما شفنا وزعنا في الصعيد ووزعنا في الفيوم، وادي النهاردة وإحنا في مركز البدرشين في محافظة الجيزة.
في توزيع جديد، ودايما اهل الخير الحمد لله مع مؤسسه فذكر بنحب نوري المجهودات والحاجه اللي الناس بتساعد بيها بتروح لاهالينا ولا لا، وده اهم حاجه عندنا المصداقيه، وده برضو اللي هنشوفه مع بعض النهارده واحنا في يوم مفترض قبل الدراسه، وهنسمي الله ونقول النهارده يوم عمل جديد. في طريق الخير ما بنتاخرش، خلي ايدك معانا والسكه طويله ما تكملش غير بمساعدتك، في ناس محتاجه ما تتسبش ومساعدتهم امانه، فرحتهم دي ما تتقدرش دول مفتاح جنتك. في طريق الخير ما بنتاخرش، خلي ايدك معانا والسكه طويله ما تكملش غير بمساعدتك، في ناس محتاجه ما تتسبش ومساعدتهم امانه، فرحتهم دي ما تتقدرش دول مفتاح جنتك. فذكر طريقك لخير في الحياه، فذكر طريقك لبر النجاه، فذكر طريقك لخير في الحياه، فذكر طريقك لبر النجاه، بايدك وايدنا هنقدر نغير، مفيش حد قدم فعلك إنسان يتغير مصيره، يقدر بعزيمة وإيمان يواجه دنيته، اللي بيعمل خير كسبان وكتر ألف خيره، والخير ده أشكال والوان خسارة تفوته. لما تساعد فعلك إنسان يتغير مصيره، يقدر بعزيمة وإيمان يواجه دنيته، اللي بيعمل خير كسبان وكتر ألف خيره، والخير ده أشكال والوان. كل سنة وانتم طيبين، وابتدى عليكم الأيام بخير، وزي ما بتردوا الأطفال يعني السنة دي ربنا يرزقكم ويبارك لكم، وربنا يرزقكم الخير يا رب. و... يا رب إن شاء الله. هم الاثنين في الدراسة؟ هم في المدرسة الاثنين، ومعي اثنين تاني، معي أربعة. كلهم انت حضرتك يتيمة يا أرملة؟ جوزي متوفي. أيوة. ربنا يعينك ويقويك، وان شاء الله على طول احنا معاكم باستمرار. خدوا دول كمان بقى، ربنا يقويكم للخير ويستر معاكم ويبارك لكم يا رب في دايما. يا رب ان شاء الله. يا رب. شارك معانا واتصل بينا على الارقام التاليه 012 77 67 97 88 او 010 555 99 8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.